شهر نوفمبر اللي فات ابتديت افكر ان انا بحب السواقه جدا، عايزه يبقى عندي عربيه، وفي نفس الوقت عايزه اكون انا اشتغل دايما الحاجه اللي انا بحبها. فقلت لبابا بابا انا عايزه اجيب عربيه واشتغل بيها في اوبر او كريم وكده، يعني عايزه حاجه تبقى بتاعتي، حاجه اعرف تبقى بتحقق لي بروفيت حلو ان انا اقدر عايشه كويس يعني. فابتدى بقى تجيلي فكره كذا مره كده ان هو ايه، طب ايه المشكله لو اشتريت عربيه قسط؟ طب يا ترى انا هحتاج كام مقدم؟ طب انا محوشه مثلا مبلغ صغير، طب معلش يا ماما ساعديني مبلغ صغير كمان، طب يا ماما معلش ساعديني مبلغ صغير. جمعت مقدم صغير كده واشتريت العربيه، وابتديت ادور على يعني معارض او كده بتقدم حاجه تكون سعر رخيص شويه، يعني حاولت ادور على اكتر معرض ممكن يقسط معايا على فتره استعداد طويله. واحده يعني انا مش عارفاها الصراحه، ربنا يبارك لها يعني، بس دخلت استاذنتني قالت لي انا عندي فولورز كتير، انا هشير البوست كده. قلت لها تمام اوكي، ما عنديش مشكله. هي شيرت البوست من هنا، وري شير بقى زي ما بقى ال 20 وال 30000، اللي هو فجاه او ماي جاد. لقيت بقى من يوميها موبايلي تقريبا ما بيبطلش رن، وطب انا عايزه اسافر، طب انا واختي طالعين الساحل، طب انا عايزه اسافر. بينك بنات مفيش ولاد؟ في ولاد بيكلموني بس يعني مش بقدر اكسفهم قوي. بس طب بعد اذنك تكون مع حضرتك مثلا اختك، مراتك، بنتك، هو اكيد مفيش حاجه سيف 100%. بس انا بوصل يعني لاكتر بوينت سيف انا اقدر اوصلها، ان انا مثلا يعني ان انا احاول استشف اللي قدامي حد كويس ومحترم ولا لا. فبستأذن مثلا اللي راكب معايا، طب بعد اذنك معلش بص على البطاقه واصورها، ممكن ابعتها لاختي مثلا واعمل لها شير لوكيشن، انا رايحه المنطقه الفلانيه وراجعه. انا بستخدم ابلكيشن اوبر، وبشوف هو بيدي استيميت كده للرينج، بيدي مثلا من 10 ل 20 مثلا، فانا باخد مثلا 10، لا انا باخد 9 8 منها، ان هو يعني لا انا ارخص من الناس اللي بره. وفي نفس الوقت لاني انا ما عنديش القدره او ما عنديش الحاجه اللي تعمل لي رينج، يعني انا 23 سنه متخرجه، لسه متخرجه المفروض ان خلاص اخر سنه، انا في سنه رابعه تجاره القاهره. الحاجات اللي انا تعرضت لها ان مثلا ممكن واحد ياخد الرقم ويقول لي مثلا انت بتعملي ايه؟ فبقول له حضرتك متصل ليه؟ يقول انا لقيت رقمك على النت. طيب استفسارك ايه؟ طب انت بتعملي ايه؟ ممكن اتعرف؟ دي الحاجات اللي تعرضت لها. بالعكس انا في رجاله تانية كلمتني، برافو عليكي انا بشجعك، انا هدي رقمك لوالدتي، يعني مثلا انا بره مصر انا هدي رقمك لوالدتي اللي عايشه في مصر، هي تحجز معاكي وتكمل معاكي. ما عنديش مشكله في بعد المكان على قد ما عندي مشكله ايه هو المكان. يعني حته كويسه تمام، حته ممكن تبقى خطر عليا طرق معينه كده. لا ليكي مواعيد طيب في الشغل؟ مع الشمس بتنام انا بنام. يعني الشمس تبتدي تغير كده 7 8 بالكتير قوي، خلاص بتكنسلي التأمين كله وبتبداي من الساعه كام؟ ممكن اصحى مثلا من الساعه 7 ابتدي، ممكن اصحى 6 ونص ابتدي شغل، 7 ونص بالكتير قوي. في بنات قالوا لي يا ريتنا نقدر نعمل كده. يعني انت مشجعانا يا ريت. وفي ام الصراحه كلمتني قالت لي انا فخوره بيكي جدا، يا ريت بنتي تكون زيك كده، او يا ريت بنتي تبقى عندها الطاقه اللي عندك دي وتعمل حاجه حلوه كده. طيب انت القصه عندك في البيت بعد ما النجاح بعد ما بداتي تكبري حبه بحبه، عنوانك ده ازاي؟ تبقى لسه خايفين عليكي ولا لا بيشجعوك انك تكملي؟ هما طبعا الحرص غايب، فهم على طول ماما لغايه حالا انا وصلت المكان الفلاني، يا ماما انا هعمل كذا، يا ماما كده، طب وصلي وكلميني، طب روحي وكلميني، او لما تطلعي الصبح صباح علي كده. ولازم يخافوا عليا في كل وقت، مش هينفع يبطلوا خوف عليا. بس شويه يعني ايه، خلاص انا يعني عشان الريكوستس كتير، فانا ممكن اختار براحتي اللي انا حاسه بالامان اكتر، ان المشوار ده امن من المشوار ده، او الوقت ده امن من الوقت ده، او الشخصيه دي واضح انها كويسه اكتر من الشخصيه دي. فهم بقى شايفين ان الموضوع بقى
قادره اعمل كنترول عليه اكتر يعني. طبعا بقى بجانب ان انا بطمنهم بالطرق.